القواعد التركية العسكرية في الإقليم، ونرجع لكم تاني. في مقديشيو أكبر قاعدة تركية في الخارج، مساحتها 4 كيلومتر، تكلفتها 50 مليون دولار، بها ما يصل إلى 100 عسكري تركي. قاعدة الريان في قطر تتسع 15 ألف جندي، مزودة بقطع بحرية ومقاتلات جوية، بها فرقة خاصة وفرقة مدرعات. قاعدة في بعشيقة العراقية 600 جندي من قوات الكوماندوز و15 دبابة و12 مدرعة. قاعدة في مدينة الباب السورية 8000 جندي تركي، عشرات الدبابات والمدرعات. وقاعدة لحلف الناتو في أفغانستان، مئات الجنود الدبابات ضمن قواعد حلف الناتو. يعني عندي قواعد تركية منتشرة فين؟ العراق بعدما تم تخريب العراق، وفي سوريا بعدما تم تخريب سوريا، وفي الصومال بعدما تم تخريب الصومال، وفي قطر بعدما باعت قطر كرامتها الوطنية على إيد تميم بن حمد خلال الفترة الماضية، وها هي القاعدة الجديدة في سواكن في السودان. هل نرضى لإخواتنا في السودان أن تكون السودان مصيرها زي باقي الدول التي تفككت وتعرضت لهذه الهجمات والتدخلات التركية القطرية؟